بخصوص السؤال المتعلق لماذا تم تأجيل القطاع السياحي. أولا الحكومة حينما أخرجت هذه المراسيم راه نفذت غير المخرجات ديال الحوار، والحوار كان فيه الاتفاق مع يعني النقابات وأيضا الاتفاق مع المهنيين ديال القطاع السياحي، هو أن هذه الزيادة تبدأ في يناير. فكل ما فعلته هذه الحكومة هي أنها طبقت واحد الاتفاق اللي توقع نهار 30 يناير. طبعا مبرر الله أعلم، أنا ما عنديش التفاصيل، ولكن أعتقد بأنه القطاع السياحي تأثر بأزمة كبيرة، هو الآن في مرحلة استرجاع يعني العافية دياله.